مع زياد طويسي وإلى البتراء. وصباح الخير زياد. نعم، صباح الخير والمحبة والسعادة من هنا من لواء الشوبك، وتحديدا من منطقة الحليلة وهي أحدى المناطق الزراعية في لواء الشوبك. يعني أجواء جميلة لهذا الصباح كما تشاهدون، حيث يقوم المزارعون بالاستعداد للموسم الزراعي لهذا العام من خلال حراثة الأراضي وبذرها في البذور المختلفة سواء من الشعير أو القمح، استبشارا بكميات الأمطار التي هطلت على المنطقة منذ بداية الموسم المطري في لهذا العام. يعني أجواء جميلة جدا، وحقيقة لواء الشوبك يعتبر واحد من أهم الأقاليم الزراعية في جنوب الوطن وفي المملكة بشكل عام، ويشتهر بالعديد من الزراعات المختلفة سواء زراعة الحبوب أو الزراعات الحقلية أو زراعات الأشجار المختلفة، وهذه إحدى المناطق التي تشتهر أيضا بزراعة الحبوب وتحتوي على العديد من الحقول الزراعية، ويقوم المزارعون في كل عام بزراعة هذه الأراضي، لكنهم هذا العام يستبشرون بشكل أكثر، وذلك من خلال كميات الأمطار التي هطلت منذ بداية الموسم الشتوي لهذا العام وحتى الآن. سنكون إن شاء الله معكم بفقرة خلال هذا البرنامج لهذا اليوم إن شاء الله في هذه الأجواء الجميلة التي تشاهدونها إن شاء الله.